تغيرها الموظفين مع احتراماتهمش كل يحط هاد المرأة في قفاها بطريقة عشوائية. كنشوفو بأن المداخل 366 والمستخلة باقي صيغة 568، وكنشوفو بأن المصاريف 318 مليون فيها 33% ديال الموظفين. مع كل احتراماتي للموظفين، هناك موظفين شرفاء وفين ما دخلنا مسقينا البيبان كنلقاوهم خدامين، ولكن السيد الرئيس بن مبارك دينا جهد في لائحة ديال الموظفين أشباح الموظفات أشباح كما كانت العمدة ديال الطلبة، فهي كانت عندها جرعة وقالت كيفين الموظفين أشباح وهاش عاقلين، وعطينا تحنايا شوفوا هاد 33% ديال المداخل اللي كتجي كتصرف على الموظفين. أنا متأكدة بأن نجيو بالنسبة لي نقولوا هاد لي ريبريك اللي كاينين، كنشوف هنا فين أين هو المجهود ديال الجماعة هنا في المداخل، كنشوف المجهود اللي كاين هو ديال الخزينة وديال الناس الضعاف، إنما هاد 33% اللي كتاكل هنا كتكتبوا فينا المداخل ديالنا أش كيديرو؟ أنا كنستني الناس الشوارع، أنا كنهضر على واحد المجموعة، إذا فين هو المجهود ديال الجماعة هنا؟ لأن ملي كنشوفوا بأن 94% ديال القيمة المضافة هي اللي دخلها فيها، وكنشوفوا 89% ديال القصور، فين هو الجهد؟ فين هي المداخل الذاتية ديال الجماعة؟ نبداو ضريبة على المباني، كنقولوا العشوائية مليون ديال الدرهم والمداخل المقبوضة 27000، واش اسكون رياليز؟ حنا كنقولوا اللي كيحط ان شيف يفوا لو فيغ بارلي. هادشي اللي كنعرفو حنايا في لبنان، هادشي خدمنا مدة 25 سنة قابضة جهوية، كان أي شيء كنحطو كندويه كنكلمو، ما كنجيش نحط لي شيء هكاك عشوائيا بطريقة عشوائية، درنا تحصيل بطريقة نزيهة وما كانش عندنا مشكل ديالنا مع الناس ديال الضريبة مع الناس ديال الخزينة، وكنا كنكونو واحد المجموعة. اليوم أنا كنشوف كيما قال السي هشام فين هو خاص ديال التحصيل وعندهم دي بروفيل ديال التحصيل. بغيت غير عرفت هاد لي شيف هادو، ما غندخلش في ديتاي باسكو لي ديتاي شوف ما ندخلش فيه. واش هاد الناس اللي حطوا شنو هاد لي شيف هنايا شنو هما المؤهلات ديالهم؟ واش عندهم مؤهلات انهم يجلسوا هنا؟ واش عاد سيدي بيرسون عندهم دي بروفيل فينونسي ولا دي بيرسون عندهم دي بروفيل دو جيستيون ديال لا جيستيون ولا دي؟ ما كنقولش انا لا اعتقد، متأكدة من هادشي راه غلط، أنا متأكدة. إذا اليوم كنمشيو للضريبة على تجزئة الأراضي، هاد المليون حنا خدينا خلينا منها غير مليون 300، إذا حنا كنضخمو هاد لي شيف، وباش كنعاودو نقولو حنا آخر المطاف آخر السنة كنقولو حنا في عز، كل هذا تضخيم، ما كاينش أون إستيماسيون فيابل ديال لي شيف اللي كنحطوهم. كنشدو ونحطو، كنجيب مثلا استخراج المداخل الرسوم المفروضة على استخراج المقالع، كنقولها عندها مدينة فلان، راها من المدن الأولى الكلاسية الأولى اللي فيها المقالع، واش هذا كنقدو؟ واش كتعرفو الناس بالمقالع شنو كيدخلو يوميا؟ عندي اتصال، واش كتعرفو الناس بالمقالع شنو كيدخلو السيد الرئيس؟ لو شيك دافيغ اللي كيدخلو يوميا، ما نقولك شهريا، يوميا. والله السيد الرئيس كون عرفتي واش كيدخلو ما كيحطو لنا هنايا 200 في العام، 200000 درهم في العام ديال المقالع، ودخلنا منها 156000 درهم، حرام والله والله ما حرام. نجيو للواجبات ديال الوقوف في الأسواق الأسبوعية 1000 درهم، هذا اللي غندخلو في الواجبات. نجيو للرسوم المفروضة على وكلاء أسواق السمك 100 درهم، المحطة الطرقية حطيت ولا حرج؟ حرام ان المحطه الطرقيه نجيو نحطو فيها 0-0. نمشي للمصايب وهنا غادي حتى
كنشوف انايا حيت هادشي كلشي اللي كنتمناه كنتمنا كنتمناه من الضرائب. الضرائب ملي كنقول ضريبة ان المواطن هو اللي اداها ما عندهاش الضريبة. وكنجي كنقول المصاريف ديال التعويضات ديال الرئيس مليون و100 استفد من هذا المواطن عام ونص وعاد عاد مستشار ما نهضرش عليهم النواب هذا ما كنهضرش خليني غير نهضر اش استفد المواطن من هذا